Oui, bien sûr. Bon, salam alaikum. Je suis étudiant هنا في université Alger 3, spécialité sport entraînement à 3e licence. كما كنا نشوفوا حضرنا المحاضرة تاع كوتش بالماضي، يعني كانت محاضرة جد رائعة، يعني غنية بكثير من المعلومات، يعني اللي راح تفيد الطلبة. وشاهدنا يعني حكى بزاف على الإخفاق، يعني اللي واجهوه، يعني ما نقولوش إخفاق ولكن نقولوا فشل في بعض المراحل، يعني في عام 2019. لكن رغم هذا تحدوا صعوبات وكانوا لاعبين في المستوى وقاموا، يعني داروا اللي عليهم، وكما كان يحكي لنا التخطيطات تاعهم والاستراتيجية تاع اللعب والجوار. وبالفعل جابوا لكم دافريك وفرحونا وفرحوا الجزائر كاملة. ويعني نتمنى يكونوا طلبة سيرتو طلبة المعهد يكونوا استفادوا من هذه المحاضرة، لأن الجل هو الحاجة اللي ركز عليها بزاف كوتش، أنه جامين فشلون ولا نديروا في بنا الإخفاق. توجور بعد الإخفاق راح يكون نهوض من جديد، راح يكون تحدي، راح يكون رغم كل الأزمات رغم كل الصعوبات لازم يكون تخمامنا ديما إيجابي، نبعدوا عن السلبية يعني نوصلوا الأهداف المسطرة.